عمر الرجالي من ميرسا صباح الإذاعة الراديو. اسميشكم لي بالميرس. 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 شاركين فراسنا بجوج. عجبتكم هذه؟ عجبتني. بالميرس. عجبتني. عجبتكم؟ اختي الله يخليك نهضر مع أخوك. كيفاش معاك؟ أنت خليك بعيدة. واخا. نهضر مع أخوك الله يخليك. رحم باك. أنا مع الولد أنا شوف الله يخليك. جوج شياطين ما كنتيقش فيهم إلا تلاقاو. لا تحبي راسك أنت يا إنجل زعما. بدينا. أنت يا ملاك أنت يا فوق الأرض. شنو اللي بان ليا؟ آه وي. شتكش كديري ليه ماشي شو مالك هادشي كديري ليه ما فهمتش اخويا شو مالك هادشي كديري ليه خوك هذا معدي عليا خوك انا بعدا شفت الفيديو ديالك اللي صيفطتي لي في واتساب وانت كتقول لي غزيتي فيها انا كان خاصني اصلا ما نجيش انا ما كانش خاصني نجي عندك اصلا بعد ما شفت داك الفيديو عمر ما بغيتش يوقع صح يقول شو وقع خاصكم خاصكم لابد لابد زعما نتوما اللي كتصنتوا دابا نتوما اللي كتشوفوا دابا فينا خاصكم لابد تشوفوا الفيديوهات ديالهم الفيديوهات ديالكم واش كاينين في الشانيل ديالكم ولا ما كاينينش لا كنحطهم غير في مش كاينين عامرين كاينين في اليوتيوب خاصو يكونوا في الشانيل عامرين بال كاينين في كاين في عاوز جملة مفيدة دابا اللي خاصكم تشوفوا مقالب واعرين كديروا من الصغر نشوفوا هكذا من ايام زمان من شحال نشوفوا هكذا من نتوما حياتكم كلها بهكذا كلنا بحال هكذا يما قالب واعري وهادشي ديك النار مت بالضحك انايا مت بالضحك خصوصا ديال 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 حيت ديك دايره انايا ديال الشفاف ديال الدروج واو 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 هي كتسيق الدروج يلاه كملاتهم شوف وصلت للدرجه الاخرى يلاه كملات الدرجه الاخرى ويجي ويخوي لها سطل الماء ماني برافو ساهل الله يسعدك برافو ولكن كان في الاخر انا اللي سيقت ما كاين مشكل ماشي مشكل ملي القطه الاولى هي مهمه هذيك القطه اللي زوينه هي هذيك بحال الاخرى عجبتني ولفه كندير الدروج زعما ماما كنقول ليها كنغفلها هذه درجه ندوزها درجه الجناب لا ملي كبل الماء هبطات ديك المره هبطات داك النهار حفيانه قالت لي عمر بدا ديما تكبل الماء حيت جفات منيتها اللي عجبتني تاي اللي واعره هي فاش كتصنت وتقطع عليها لي سكوتور واو 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 هذه واعره ايه ومن بعد شاشه لي سكوتور عيانين مختورين 20 درهم 20 درهم والله ما درتهم اخويا كيف كرفس عليك راجل بزاف سي فاي شتي انت المقلب اللي فقسك اللي زعما ما بغيتش يتصرط لك ما بغيتش يدوز لك انت هما كاينين بزاف هما كلهم انا حياتي كلها مقلب مجرد العيش مع هذا الكائن الحي هي مقلب وشكرا شكون اللي شاف يقول مقالب جوج شكون شافو انا واش لي فيديو سورتو ديال باش كنتي فرقع للمين المين واعره المين مين واعره بون زيرو قنبول اوكي زيرو قنبول مي بون اسبيرون او زرق قنبول هذيك راه لا بارتي ديال الكوزينه هذيك راه سديت عليها الباب باش ما تخرجش واو واو سديت عليها الباب وحده ورا وحده وحده ورا وحده شي درجه انا تخنقت بهذاك بهذاك الدخان لمياء تي شفتي الفيديوهات ما شفتهمش لا ما عمرني خاص تشوفيهم خاصكم تشوفوهم مقالب عمر وي انا شفت ديال التسياق شفتهم ديال التسياق شفتهم اوكي هادي مشيهم نكون معك صارح وي صريح تريسين شي باش قال صريح شنقول لك اخويا مومو شفت لي فيديو بعدا نفكروا بان كنتوا كتغنيو نتوما كنتوا كتغنيو وكديروا بهذا الشيء المقال دابا هذا هو المشكل هما تيغنيو ما عرفنا واش تيغنيو ولا تيديروا فيديو كاع المهم شفت انا لي فيديو ما عجبنيش هو كي تيدير مع اختو الحمد لله باقي ناس مزيانه في الدنيا. لا هما تيغنيو واش دايرين هادشي زعما باش حيت حلقوا شويه ماشي تال زعما تيديروا هادشي باش يتلفوا للناس ما فهمتش لا زعما ما داش مني قلت الصواب لا ما عجبنيش بان لي تبرهيش كل واحد الراي ديالو ماشي تبرهيش لا خاصك غير انت تكون يعني اوبن يمكن انت ماشي اوبن انت شنو ما عجبكش انت شنو ما عجبكش انت ما عجبنيش داكشي اللي تيدير لها هي ماشي اختو صغيره نورمال خصو يبينها بواحد الطريقه كل واحد للناس. كل واحد حر في حياته اي دابا هي تنجاوب اخويا بويا كل واحد حر في حياته تقلق ما والو عادي انا ما دخلتش في الحياه ديالك انا ما درتش دي كاميرا كاشي ايوا صافي دير دي كاميرا ودير حد داكشي اللي كنديرش دابا هي راه باغا هادشي زعما هي باغا ما تيبان ليش انا باغا هي مرتاحه هي عاجبها الحال ما تنظنش انها تكون فكره ديالها تتبان لي انا حيت دابا هو خوها هي متبعاه في بالو صافي انا تنقول لها سي با بون بوغ زعما لا كارير ديالها مازال كيبان لك كيتعدى عليها زعما تيبان لي تيتعدى عليها هو
ماشي سي با بون بور مو مي حنا كن لا ولكن نتايا ما قصتي فيها شي حاجه اخرى لا بس جو وي راجع 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 وي حنا تنتصرفوا على الطبيعه ديالنا وهذا الشيء اللي كيكون في حياتنا العاديه بلي كاميرا ولا سون كاميرا انت تتباني لي طبيعيه وني هو باللي ما متصنع متصنع داكشي مديو وما عرفت نقدروا نشوفوا في الحياه شكون اللي متصنع واش انا ولا انت لا لا ما تنظنش زعما ما توصلش تلد هو كل واحد كيبقى بوان دو في يكلبس كون هضرتي باحترام نتقبل كل احترام ما خص زعما ما قلت شي حاجه ماشي هي عطيتك لا لا حاتم اوكي دابا هما كيديروا فيديوهات انت تبقى فيك الحال حيت انت هو اختو هي واخا اختو اوكي زعما كتعرفوا بلاتي بلاتي دابا باين المانيير ما تجبان لي شفتو ما تيغنيو هذا يبقاو في داكشي ديال الغناء زعما هو حر زعما اختو ما يقدر انت بقى فيك الحال علاش عليها هي حيت هي بنت زعما حيت هي بنت ما عرفتش صافي با مازال فهمتي ما مال البنت شنو ما دير والو خاصها تجفف وتبقى جالسه في دابا علاش كتقلب نقلبوا عليها الصراحه انا نقول شنو كاين رجاء هذا مقلب هذا تاعهم برافو عجيب برافو عجيب تحية الحازم عرفتي كنشوف فيه الضحكة وحابسة وما كيشوفش فيه ما كيشوفش فيه بالعكس والله إلا تعجبوني بزاف كانت حماق عليك كانت حماق عليك كانت تسطى عليك أنا راه كنتسناها من راه مسكت الأعصاب ماشي أنا أون فاس ما عرفتي بقات كترجع وتسخر له دابا دو مالو لا لا شتيني كنقول ليه لا بالعكس داك الشيء وا ما تشوف لي فيديو تنموت وتضحك اللهم بالله برافو عليكم دابا حطيتينا في موقف صعيب اللي قلب راه عرفتي شحال واحد سبني دابا لا 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 الناس فهموا كيفاش فهموا هاد الشوش هشام صورتها مزيان ياك عرفتي وجهك انت عرفتي وانت كديري ما نقدر نقول والو اش غنقول انا بغيت تقولي شي حاجه هنا اللي قال شي كلمه كتحسب عليه رجعت قلت لي اسكت برافو مسحتك هذه عاميني مردوده هذه ميني هذه يلاه رجاء غندير يدي في يديك وغادي نرجعوا ليه انا شوتك هذا صاحبك هذا هذا وليدي قال لي اجي عندي ونديروا لي مقالب اللي بغيت هذا اللي كتشوف فيه انا ما عنديش نمره التليفون ديالي ما عندي ما عنديش فين هضرتي معايا انا فين هضرتي معايا ما عندكش ما عنديش نمره التليفون بلاتي واحد وي عمر نتاكد من وي عمر بالميرس قال لك هاد الهضره نتاكد قال لك هاد الهضره الله يتقالها حلفي بالله تقالك الله يعطيني السقوط مرحبا بكم معنا بو اي شوفوا معنا الصباح على قبل المقالب ديالهم شوفوا واعرين راكم غزالين تبارك الله عليكم الله يكمل لكم الخير هادشي كملوا كديروا واعر بزاف هذا غير كاين جزء الثالث ديال المقالب اللي جاي ياك وي بديت فيه واخا بديت خير. فيه واحنا هذا غنعطيو لك حتى هو هذا غنزيدو حتى هو اليوم حتى هو يدخل حتى هو يدخل حتى هو بالنسبه ليا ودخلت فيه الجناوه هذا المقلب الثاني اويلي يا بالسلامه دخلت فيه الجناوه حط في لا ليست حط فلوس يا ربي السلام اخويا انا درت واحد الكوفر لا يا ربي السلام درت واحد الكوفر واعر سوغ انترنيت واعر بزاف هو دو جوج ياك جوج وحده ما شاء الله وانت سبابي عيشتيني في توت حي عليا كل يوم نحيا ونموت هذه ديال من هذه ما بغاش قادر جابوني وفي نفس اللي غنديروه الصباح غنديروه كاين غنديروه وي غنديروه الصباح وحدين بطايي تهمتيني قلتي داير راي هاي وادي هاي قلبي وهذا تا هو نوصيك وصايا ديا المن الاصليه ديال الميمة الميمه يا خويا باقي لحد الان ما عارفينش ما معروفاش حاتم مازال تيقلبوا عليه هي ولا البارح شفت واحد الفيديو ديال شي واحد قال بانها ديالو مي مازال تيقلبوا عليه بزاف ديال الناس قالوا ديالو باقي ما عارفينش ديال من الاصليه غنوها بزاف وي هي خرجت فيرسيون اكوستيك يعني شي ولد ولكن ما عرفناش ديال الولد فين غبر حيت طلعوا بليزيوغ فيرسيون
مي الاصيله ما معروفاش باقي ما معروفاش الجديد ديالو. كاين اللي كيقول تراث جزائري، كاين اللي كيقول هي مغربيه. وي بقدروا يقولوا مي بون الا سناب يقول لك الو السلام عليكم ديال اخويا شكون انت؟ عبد الله من درب العزه. كان الوليد كان كيغنيها دخلت عليه دوك ديال العائله ديالي الله يخليكم طلبوا كنطالب بالماريس يصيفطوا لي شي سطريفه. هذاك الولد اللي كيلعب معاكم الجيتار شكون هو؟ هذاك أودري وتحية كبيرة ليه. تجمعنا حنا بثلاثة و سيتي ان ترافاي دو كروب. واخا كاين شورنية جديدة اللي جاية من غير لي كوفر. وي ما انتم كتحماقوا على لي كوفر، كتحماقوا على جوج حوايج لي كوفر كتسطاو عليهم اللي كنا تعرفنا عليه هو انتي ها اللي بدينا بها. وي اكزاكتو. ومن بعد درنا اغنية جامدة. الوغ انتي خصني نعاود لكم واحد القصة اللي ما عارفينهاش انتم، ما عاودتها لكم ما عاودتهاش لكم. شفت راسك شوف انت وراسك سمعت شوف شوف انت وراسك شوف انت وراسك هذوما لي سوفينير لي زوينين لي سوفينير لي اليوم كتفكر بهم سعد. كنا كنت انا وفان وسعد كنا مشينا عطله لواحد البلاصه وديك البلاصه ما كانش فيها انترنت. كنا مشينا عطله تقريبا شي خمس ايام بلا انترنت ما عارفين اش واقع اوكي ديكونيكسيون. وكنا راجعين فاش كنا راجعين بدينا كنقلبوا واش واقع انتي هذا. اول كوفر كنا سمعناه هو ديالكم نتوما كنا في الطوموبيل كنا هذاك وفرحنا بزاف فوالا. وي كان باغمي لي بخومي اللي تحطوا. اي اكزاكت. انتي كنت راجع جيتي درتي انا لايف مع سعد. وي كنت جيت عندك كان عندها لي واقع كان فما خارج تبع فمها تابعه للامام هي غدا وفمها قدام. انتي باغيه واحد عرفت فندم موبايل لا هي غنق شليك كتحضر كتغني وكاين شي بوط وحده تبدلات تبدلات. دابا مزيان سي بيان خصو يتهلا بسنان. درتي واحد الفيديو انت يا رجاء على سعد. وي وي شنو هي الفيديو درتي؟ ديرنييرمون وي هضرت على الدعم اللي ما جاش لسعد من زعما من سي زامي والناس القراب ليه اللي كانوا كيتوقعوا غادي يكونوا باش واخا ما الفيديو ما درتش بحال هكذا درت اكثر قالت لاحظت انا انه كاين نفاق اجتماعي الفنانه ومقلقه. بون شكون انتم سعد تعرفتوا عليه تلاقيتوا معاه اي درتوا معاه كنتوا معاه في تلاقي شويه شمنا وي في قطر في قطر طلعنا في مهرجان حنا وياه فوالا سي سا حنا وياه واصاله. اوكي كيفاش عشتوا انتم هذا الشيء اللي واقع دابا ديما تلسعد؟ انا باقي ما متيقش باقي ما متيقش باللي هذا الشيء اصلا بصح اللي واقع لسعد لحقاش ما عرفت كيجيني هذا الشيء غير حلم ما عرفت يعني بحكم انه يعني قرب شويه من سعد حنا كنقولوا ما يمكنش يدير داك الشيء وعاوتاني كيبقى يعني داك الشيء كيبقى قضاء وكاين القضاء هو اللي غادي يعرف كل شيء. واحسن حاجه واحد يديرها هو يدعي ليه فوالا الله يصوب لي امور الله يدير لي شي تصاوبه الى هي انا غنديروا غنديروا فيغ سو لايف صح دابا شويه ديال 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 بصي من فين هو الجيتار ما جاش ناعس ناعس وي سي سا. راه انتم الارقام ديالكم شنو هما؟ عارفين الارقام ديالكم؟ الارقام ديالكم 360 الف جيم في فيسبوك فين هادشي؟ فيسبوك عند عمر لي لاباج في لاباج وي يوتيوب 201 الف مشارك سبسكرايبرز في الشانل ديال يوتيوب. الكوفر اللي درتوها الصباح هذا اللي سمعناه هذه قل من سيمانه 734 الف فيو. عمر في الانستغرام 1.1 مليون دابوني اي رجاء في الانستغرام 1.8 مليون لي زابوني سي تري 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 بيان. وفي اليوتيوب ديالكم في الشانيل عندكم اكثر من 32 مليون فيو سكي تري 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 بيان بغيت نوضح الحقيقه الرقميه هذه هي الحقيقه الرقميه ديال لي بالمارس نوضح اللعيبه ديال جنتي سبابي ملي حطيتها ما وثقتهاش يعني كوم كوا الا حطى شي واحد اخر ما تعاودش تحط فكنتفاجئ يعني كي ناس اخرين لايحين جنتي سبابي وفيتينا فيها حنايا فهمتي واخا وكان حيدها ليه واحد وصل مليون حيدها ليه وعاود عاوتاني واحد اخر حطها لي دابا وصل 700000 حيدها ليه مي بون اهم حاجه انها وصلت للناس حبش قبل تحيد اللي حط شي حاجه حيدها
الناس دابا تشرحوا الناس دابا خصكم تعرفوا اليوتيوب كاين فيه واحد الحاجه حيتالي باوي عدت وراسك والله شتو هادشي كان واحد مع واحد الصطه زوينه وانا حيدالي على في اليوتيوب خصكم تعرفوا اليوتيوب الناس كيستعملوا اليوتيوب بزاف عارفين هادشي يوتيوب فيه مشكل ديال كوبي رايت يعني الا بحال دابا مثلا دوزنا الاغنيه ديالكم يوم الصباح وانتم كنتم مقيدين على حسابكم انتم حنا ما غادوش ديالنا حنايا خصكم تقولوا اليوتيوب عطيه صافي غير عطيه صافي غير عطيه خليه غير عطيه صافي يلا كنعرفوا كنعرفوا عطيه عطيه ما كاين مشكل ودابا كاين هناك السباق ديال ديالي ماشي ديالي انت درتي ديالي وانت سبابي عيشتيني في الدور تحيا عليا كل يوم نحيا ونموت طال الحال ما بغاش عليا يفوت كاين شي اغنيه جايه وي كاينه ديالي انا بوحدك بوحدي شي على فر في الريتم اوكي اسمح لي تقدر حيت ما معكش شي تقدر ما تكونش زوينه او مون ديو احسن حاجه قلتها من النهار شوف شوف انا نقول واحد الحاجه انت وراسك شوف انت وراسك انت وراسك لازم صراحه بلا باهيه صح شي ناقصه ولي كان كاينه معايا في واحد المهم خويا عندي اللمسه ان شاء الله في الكليب حيت ما قدرش عارف النجاح ديالو غيكون جدا نسبه نجاح جدا ضئيله داكشي علاش راه هي اللي خايفه الناس يعرفوني انا وهي ينساو هذاك الشيء جلست 3 ايام كيفرش لي باش ندخل معاه في الكليب عمر شنو كليب شنو فيه غيكون فيه تقريبا الفكره شنو هي تقريبا الحسد في الحسد واخا لو الكليب شنو فيه غتصور تصور في قطر مي باقي تصور وي ديجا تصور تصور ديجا تصور واش ديرها هي ديرها شي بوطو ورا ديرها بوطوني هذا شي بوله انت داير فيها زبوله هكذا ورا هادشي اللي دايرها الفيديو كليب نيت فهمتيني دير بحال شي شوف دير بحال شي بوز بوز كاميرا دير هكذا حط فوق منها شي كاميرا دوز انت بعدها فهمتي مشاركه في الكليب مالك ورا هادشي اللي درت لهنا مشاركه كبيره هذه في الكليب عادي بوطو ولا كنت كتغني متكي هي فهمتي الله يتحشم عليك علاش هزقتوني هاد الصباح دابا انت واحد القضيه تعرف فيها هو انه انتي بحال هكذا انتي الواحد كيشوفك كيبغي يدير لك بحال هكذا ما عرفتش علاش ما عرفتش علاش والله عالم وانتي باينه فيك عزيز عليك هادشي باينه فيك عزيز عليك هادشي راه غادي نديرو فيغسو لايف هذا الصباح وغادي تعرفوا شي حوايج واعرين حيت انتوما كتسافروا بزاف كتحركوا بزاف باقي كتقراو باقي كنقراو راه فين وصلتوا انا دابا دوزيام اني ديفلوبمون انفورماتيك وليسونس ايكونومي اوكي دوزيام اني العام الاخر في الماستر وصافي برافو 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 غتعرفوا شي حوايج واعرين وانا عارفهم من دابا ومن بعد نديروا اللايف نكملوا باللايف حيت غزال زوين بزاف غادي تعرفوا شي حوايج واعرين على عليهم جوج بون تيسقي الخبار شي حاجه ما عجبتنيش انايا رجاء ما عجبتنيش انايا غنكملوا على الصباح غادي تعرفوا هذا الصباح راه الحاجه اللي واعره على عمر شنو نتوما قولوا غير ايه لا قربوا حصل في الليسي واحد حصله خايبه الوالدين دخلوا الاباء واولياء التلاميذ والمدير والحارس العام وجه الحارس العام انت بدك لا سيدي هذا الدرويد مقاش عندنا هنايا هذه الحاجه اللي دارها خطيره جدا شنو دار شنو حاجه دار دار شي حاجه شي استاذ مومو لا لا عندها علاقه بالغياب بورقه الغياب كان كيزور السيناتور ديال والدي لا لا شنو حصلوا داير شنو المدير ياك الحارس العام الحارس العام ما حصلتوش اش كيدير مشفر داك الورقه الغياب باش واحد ما يتقيد تقريبا زيد شنو اش كنت بغيت نقول شنو حصلوا شنو حصل كيدير عنده بزاف ديال لي كوبي ديال هاد ورقه الغياب هادي لا شنو حصلوا بغا يدير غادي يسلط القسم كامل تقريبا زيد شنو كيدير زيد مازال شنو حصلوا كيدير كيحرض على الاضراب ديال التلاميذ تقول لهم ديروا الاضراب لا 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 ما كاين لا ما كاينش مي شي حاجه خطيره جدا خطيره بزاف كثر من الشيء اللي داك تقول لهم الاستاذه راه مريضه ما جاتش يبيعوهم لا ما كيبيعوهمش هي بجماعي لا ماشي غير بجماعي تقول لهم الاستاذه راه مريضه ما كايناش لا هادشي عنده علاقه بالبيولتان لا بالورقه كلشي من المدرسه كامله المدرسه كامله المدرسه كامله
ليس كامل شي سلسله جماعيه الاكاديميه كامله النيابه العامه شي سلسله جماعيه وشفر شي حاجه لشي استاذ باش ما يتقيدوش وصراحه غادي نعاود لكم واحد صعيب بزاف باش تلقاوه صراحه قول عمر عمر برميرس قول له وهي كنت غادي نحرق المدرسه لا لا ما تصدموش الحراسه العامه ماشي الحراسه العامه من الحراسه العامه راه مشروكه مع المدرسه حتى اللي سيكون تحرق بوجهي شوف تحرق بوجهي بزاف اش توقع دوك انت انا مولف ملي كنغيب شي ساعتين ولا شي شي ساعه كان قبل ما يوصل الملف الحراسه كناخذ الملف كنقطعوه كن الله يعاون ما شاف حتى واحد ما شاف شي حاجه واحد النهار فلت لي الملف كي غندير حتى غادي نحيد ديك الساعتين اللي انا دوبلت فيها اش درت شديت واحد كاين واحد الباب كنلوحو من تحت الملف شديت واحد العصا وشعلت فابريكا وديت لها لحدا الملف باش يتحرق وحصلني الحارس العام ودخلوا فيها الرئيس الكبار الرئيس الكبار المدير دخلوا فيها داك ولد عم خالة الحارس العام اللي والديه كيعرفوا حيت جارهم هو خوه ساكن حداهم عرفتي شكون تتقلب على شكون شي واحد اللي كيعرف شي واحد باش يطلب وعيط لي يقول لي شكون جبت لي شكون جبت شكون جبت رجاء وجدتي صافي صافي وتحلت تحلت الامور عقل على انت هاد القصه هادي اه عقل على واش غادي نقول ودرت ما اكثر منا يعني انا في الليل ديال الحراسه ودخل خدا لهم الملفات ديال الغياب كاملين حتى الحارسه العامه ولات كتقول للجده كتقول لها عافاك قول لي عطينا غير غير الضغط تاع الغياب ورجعتيهم رجعتهم اليوم في الاخر ولكن كان حيت انت خفيف بيتهم تواضع معاهم ورجعوا لي حيت لهم 10 ايام ديال الغياب حيت لهم 10 ايام وعطيتهم دوك العامين الاخرين خطيره ودخلت عاوتاني المكتب ديال المدير ديت الطابع ديال المدرسه وحضروا لي فيها البوليس للمدرسه علاش حيت فاش كنت كنبغي ما كنمشيش عند الحارس العام كنقول ليه عطيني ورقه السماح باش ندخل كندير انا ورقه كنقطعها وكنكتب سميتي وكنطبع ومن بعد حل بيرو حدا الليسي فهمتيني كانت فيه الحارس العام بيس فهمتيني هو الثاني الا بغيتي هذا صايف خاصو واحد يدير هادشي ما ديروش هادشي نكمل لك واحد النهار حصني واحد ديتها لي قال لي هاد الطابع قديم ديال ذاك العام قال لي الطابع قديم ديال ذاك العام ويمشي داها الحراسه العامه وحضروا لي فيها البوليس يا ربي السلامة اخويا وقالوا لي هاد الطابع راه تقدر فهمتي يقدروا يزوروا به وهذه قلنا عافاك ولاو كيطلبوا فيها عافاك غير جيبوا لينا عجبنا هذاك الطابع عاوتاني الشونطاج كيدير لهم لا زعما داري زوزكم العاد بون انت سلكتي منا سلكت الله يحضر السلامة تقدر تخرج على المستقبل لواحد لا 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 صعيبة بزاف ديروا بالكم رجاء شنو هي الحاجة اللي ما عزيزاش عليها شنو هي الحاجة اللي كتعصبها كتقلقها شناهي شي حاجه في الكاركتير ديال بنادم فاش حاجه كيديروها الناس معاه الا داروا الناس معاه كتقلق شناهي كيضرب الجهد في الماكله لا يجي معطل على الرونديفو لا الا شي واحد قال فيها شي كلمه خايبه لا تقيصها بحال هكا بحال الجواب تقيصها قربت الى التقيصه لا بو شويه تهرها الهران لا الهران ما كتبغيش يسلم عليها لا كيتها في شعرها لا ماشي شي حاجه تقيسها شي حاجه اللي دايره بها شي حاجه دايره بها الا وقعت لها ما كتشجع وكتعصب ما كتعملش مزيان وكدير الضد كتشد الضد فاش فين كتشد الضد ورا فاش كتشد الضد فاش ما نفيل قالت هي السلام وما رديتيش عليها مثلا فاش كتشد الضد فاش الا سمعت شي صوت ما تاش لا فاش كتشد الضد فاش سهله بزاف فاش كتشد الضد رجاء ضد 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 السم ضد السم في الطريق في الطريق ورا زيزا السوكان السوكان انت متعصبة في السوكان؟ جدا ماشي نسوق عادي ولكن شي واحد حقر عليا في الطريق جابها في راسو واخا عاودينا شنو وقع لك مع هذاك خينا اللي هذاك مسكين هي خينا هي رخينات هي رخينات ماشي خينا غير دابا واحد جوج خوينات غتخون معاهم هادشي اللي غتخونوا لكم دابا شنو شرتي؟ درت والو اش درت؟ وهي كانت شاده الطريق في لوتوروت ياك؟ وي واحد وقت جا واحد كيتسابق معاه في لوتوروت كملي كيتسابق معايا في لوتوروت وجا هو وقفنا مي خرجنا كنا ديك الساعه خرجنا من لوتوروت جاي تابعني هو من لوتوروت دخلنا المحمديه واش تابعك انت ولا غير هو غادي شي طريق
كيفاش غادي تتابع؟ غادي ملي كتكون غادي كتبدا تحس بالفيتاس، الا كان واحد باغي يسبقك تيخليك تا وثاني تدوز تبدا تحس. اي بلاصه كتعصب. المهم دخلنا للمحمديه، دخلنا للمحمديه وقفنا انا وياه في الفروج بحال هكا، وهو يحل المرايه قال لي مالك غطيري بحال هكا. درت فيه ما جاوبتوش، درت فيه بحال هكا، طلعت الدجاجه قلت لي واخا. درت باباها بروميان، شعلت الضو الخضر وانا نمشي. جيت بقيت غادا لي بالعشرين قدامه، هو باغي يدوز، هو باغي شي 15 مينوت شي، هو باغي يدوز ما خليتش باباه يدوز، باقا فيا البقصه دابا. كنت كنقول لها رجاء، كنت كنقول لها انا باغي نمشي للدار صافي خلي السيد. كنت معاه انت؟ كان معايا. اما تجوش تاع صافي الشيطان ما يهضرش معايا شي حد، الا حقرني شي حد في الطريق ما تحاولش تهضر، ما تحقرنيش. شي الا بغيتي، الا بغى شي واحد يبردني يجي قدامي يقول لي سمحي لي صافي. الا جيت بحال دابا في شي غونبوان ولا شي حاجه، شي واحد بغى يغفل عليا راجل قسما بالله. واحد المره كيطلب في ماما كيقول لها عافاك خلي تخليني ندوز، ما نخليكش تدوز. عصبتيني دابا، انت كتسوق هكا تعصبت باينه فيك من وجهك كتسوق بحال هكا حكار. انا انت انا 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 اكبر مسالم في الطريق، انا اكبر، انا ولي كنحترم القانون، كنحترم. شوف كان الروايد كنوقفهم باربعه في ستوب، الروايد باربعه كنوقفهم وكنزلوا كنشوفهم واقفين باربعه وعاد كنطلعوا كنزيد نكمل، فهمتيني؟ حيت قالك في الكود علامه ستوب خاصك توقف الروايد باربعه، وانا ما متاكدش من الترويد وخصني نزل نقلبهم وعاد كنشط الطريق ديالي. هادشي اللي كاين، ما خصك تبقى تقلق، ما مزيانش واحد يتقلق، هذا هو اللي كيخلق المشاكل. واش واخا صافي الله يطلعني معاك شي نهار ماشي بوحدي انا وخويا. انا واحد الحاجه نقول لك، زعما ما غاتسوقيش معايا، زعما ما غاتسوق لا كتب حاجه ما غاتسوقيش بيا كاع. لا ما نسوقش بك، باغي نطلع معاك نشوف كاش كدير. ها واخا يلا زيد دابا كاع، انا غادي دابا لكازا، يلا غادي لكازا صافي يلا نمشيو. حلت يا غادي لكازا يلا 20 في لوطورو. شكرا لكم اللي كنتو معنا الصباح، رجاء عمر برافو عليكم. لي بيل ميرس، اللي ميرس هذه زوينه، لي بيل ميرس زينه، لي بيل ميرس اللي يقول حالي سيمسون لي بيل ميرس تا 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 هي كتجفف الاخر يا خويا ستايل. على هذا الصباح نبداو شنو نديرو؟ لا فيرسون لايف هذا الصباح على اذاعه ايتخاديو، فيرسون لايف ديال لي دوكوفر واعرين. وانت سبابي عيشتيني في توت حيالي كل يوم نحيا ما دابش كديروا لي كوفر، كتقولوا للارتيست كتقولها ليه ولا لا؟ ما بغاش عليا على حسب اش كتعرفوا ولا كتعرفوا. هل بقى قادر شابوني الخباروش؟ خباروش لا خباروش لا دابا خبار قادر. شكرا. وحدين بطايت هو الارتيست الفنان فاش كدار ليه الكوفر خصو يعجبو الحال وي ياك. مي انا زعما انا كون كنت كنعرف كادر كنت غادي نهضر معاه، مي ما عنديش معاه شي واحد ما بين يصوم موسيقى ويغني ويصوم كليب باش يبقى سي نورمال. مي بون كوفر مصوب مزيان، هذه اهم حاجه هي فهمتيني. خليكم معنا الاذاعه تخرجوا دابا شويه فيرسو لايف مع عمر رجاء بالميرس هذا الصباح. خليكم معنا عمر رجاء بالميرس معنا هذا الصباح على الاذاعه تخرجوا. مرحبا الاخوان، الكوفر واعر تقدروا تشوفوا غادي نبارطاجيو معكم غتشوفوا هذا الصباح. اي فيرسو لايف هذا الصباح على الاذاعه هذا كيعجبني فيهم هو كيكونوا حمقين هكا كيبداو يغنيو كيوليو معقولين. لا دابا المعقول كيكونوا كيغنيو يا لمي ما صافي دابا المعقول. بابا حيت تخيلكم بجوج كتغنيو بالحماق ديالكم راه الله يحضر السلامه. شنو هو دقيق الميكرو يا لمي ما وصيت صايا وفلاسين كيجري على بداياتهم والاخر كيروح على الباين غريب انت تشي ها نقدر ندير هادشي لايف؟ لا لا ما نديرهاش نضربها بشي بيضه. لا 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 انا ما نديرهاش. عجبتني الفكره ديالك. لا 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 ما فينا ما كنضحك. لا 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 الفكره ديال البيض في اللايف سور سين لون نقيده. لا ما تقيدهاش، لا ما تقيدهاش صوتك ديال المواس حيده باسكو صح سا سفي با هذيك كنت غنخليها هي الاخر زعما شويه صعيب كان غيخليها هي النهايه. لا صراحه اذا بغيتي هو راه صيفط لي شي واتساب هذا البارح اقرا لي عافاك. في الغداء علاش الصيف انت انا
لا لا سمعي جادور ليغ لي كونفرساسيون. لا ماشي حيت ماشي لا ماشي حيت ماشي لا لا حيت ماشي لا حيت لا حيت ماشي تقدري تمشي لا 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 ماشي ماشي اه فوالا tu sais le travail qui est là-bas pour avenir pour manger le gâteau. واخا لا اسمع 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 وصراحة نقول لك صراحة النية ديالو من جهتك انت شنو شنو هي اسمع لك دابا واش ماشي هادي ماشي هادي صافي السي رحيل شوف شوف واش كاين ولا اجي غادي نمشي في الاخرى ادير بودنك تخيلك انت لا عمر طالت واخا اوكي كاينه ولا لا ما عرفش لا انت واحد لقيتها كنتي كنهضر معايا بها واحد لقيتها انت كنتي حداه كنتي حداه دروك الضو هزك الماء يا سليمان الصباح يلا نبل ميرس على اذاعه جيت خالي وتفرقع سالي براو وانتي سبابي عيشتيني في الدود حي عليا كل يوم نحيا ونموت طال الحال ما بغاش عليا يفوت هراي هراي بغيتي لك مال وقلتي لي صايب وانا في عشقك وحدي نبطاي تهمتيني قلتي داي الراي هاي قلبي هاي قلبي متوحشها في خطرين الغالها ضربة وحدة هنقطعوا اخبارها شسرالي واش اسرالها هراي هراي وين راها يا قعمة بنت ليش هي راحت كي بغيتوني نعيش به ننسى قلبي ما خلانيش هاي قلبي هاي قلبي وانتي سبابي عيشتني في الدود حيالي كل يوم نحيا ونموت طار الحال ما بغاش عليا يفوت هراي هراي يا لمي ما نوصيك وصايا ولا موت حتى انا يا ويلي 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 فات زماني ويلي 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 وحش الغربة رماني يا الجبال قبل الجبال يا راسي وش هاد الهبال سمعوا يا ما دايم حال عصا فوق الراس كيف يكون البال ويلي 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 فات زماني ويلي 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 وحش الغربة رماني وانت سبابي عيشتيني في الدود حيالي كل يوم نحيا ونموت طار الحال ما بغاش عليا يفوت هراي هراي لي بيل مير سعيد عايز يتخرجوا واو واو بلسيمو بلسيمو الله يحفظك وصراحة الغناء واع وكتي بوحدك مي بلاش شكون انا واحد فيهم انا انا صافي بليزير قول دابا انا دارني شي فوره باش نجيبو لعندك لا با ما شي فوره كتغني سي بيان وي اكزاكتلي شي فوره تشوف دي ديو سي بيان نو صباح صناعي والرزق ضايع اه هادشي اللي كاين مزيان شكرا لكم بزاف تبارك الله عليكم بزاف كنتم بخير شنو نتمنى لكم بجوج ها شنو نتمنى لكم بجوج واللي حبيتي انا خويا نتمنى نبعد على هاد السيد انا نتمنى لكم انا نتمنى لكم تبقاو هكذا دائما صافي C'est touchant, c'est touchant. C'est chaud.
تي شو فوالا تبقاو هكذا ان شاء الله الله يكتب بالخير. سيروا شوفوا الفيديوهات ديالهم سوغ انترنيت مي جمعوا داكشي ديالكم جمعوا جمعوا باش الواحد يدخل للشانيق كل شيء. لا ماشي كاين داكشي مليوح في اليوتيوب عطا الله كتب عمر بالمير تلقاو عمر بالمير ما قالش كتب رجاء بالمير عمر بالمير واش غيكتبوا واش غيتعذبوا غيكتبوا اي رجاء بالمير عمر بالمير فيه الكفايه اولا كتبوا بالمير صافي ملخا بالمير بي او ال ام اي الهضره اللي قلتيش دابا شويه. سميتو حاتم شكرا نهائيا. سميتو حاتم شكرا دخلت تنتفرج في داكشي ديالكم صافي صافي. سميتو حاتم شكرا صافي كتحك على الدبره. سميتو حاتم شكرا حاتم كنعرفو كنعرف اش كاين تنعرف الاغاني فان ديالو جبدتيني جبدتيني ما تجبدنيش. وهكذا كتنتهي الحلقه ديالنا شكرا على الاستضافه ديالكم. وهكذا كتنتهي الحلقه ديال اخر انترفيو ديالهم على اذاعه ايت راديو. شنو سميت اربعه اللي كاينين اش كاين السميات واللقب ديالهم فار اسميات بعدا اللقب جوج يلا قالت لك كتعرف هي قالت لي خرجت في عيني قالت لي كنعرفهم انا كنعرف قالت بعدا جوج قالت عثمان وحاتم عثمان وحاتم الاخرين عقلها على وجههم والله حتى كنعرفهم. حاتم اش كاين اش بي 2 اش بي 2 اش كاين ريتام عيسى وجدبا راها نايضه نوض نهبلوها نوض. حاتم اش بي 2 ها قبل القلم اوكي اوكي كاينه عز الدين طير حر اوكي وكاين وكاين عادل سيف لسان وكاين عثمان ما بقاش سميه مازال كيقلب عليها فهمتي. شكرا لكم بزاف صفقات عليكم علي صفقات الجميع سنودعكم على امل لقاء بكم غدا ان شاء الله. مومو مورنينغ شو